واحد الترشيد للماء، لان كل واحد اليوم كيعرف ان الماء دابا ولات عنده واحد القيمه اكثر من اللي كانت، وان لي ريسورس انه ملي غيكونوش ما غنقدروش نواكبوا الماء صالح للشرب ولا الزراعه ولا الصناعه ولا السياحه. اذا اليوم احنا هاد العام كامل ان شاء الله غادي نديرو التكوينات، غادي نديرو ديزانيماسيون، غادي نديرو غنحاولوا ما امكن نشرحوا للناس كيفاش الماء يوصل عندهم، حيت منين غادي يعرفوا وغادي يقتصدوا هما كساكنه ولا كصناعيين ولا كزراعيين ولا هذا، غادي نوصلوا ان شاء الله المبتغى هو الحفاظ على الماء، ونحاولوا ما امكن نواكبوا الماء باش يوصل عند الجميع. حنا كشريك اولا المؤسسه التعليميه مفتوحه، فتح ابوابها لتنظيم الحملات التحسيسيه داخل المؤسسه التعليميه، وكذلك نضمن بهذه المناسبه مسابقه اقليميه لترشيد استهلاك الماء، فيها مجموعه من المجالات: الخطابه، الرسم، التربيه التشكيليه، الصوت، الصوره، وكذلك الموسيقى. من خلال المسابقه غادي بطبيعه الحال نشجعوا التلاميذ والتلامذة على المشاركه، وبطبيعه الحال ما كنقولوا التلاميذ والتلامذة بشكل غير مباشر كنهضروا على الاسر، فغندخلوا وسط الاسر والاباء والامهات غيشاركوا معنا بطبيعه الحال من اجل ترشيد استهلاك الماء. بطبيعه الحال هي ازمه كنعانيو منها، فالمؤسسه التعليميه اليوم بطبيعه الحال هي فاعل اساسي من اجل الحد من هذه الافه. وشكرا. عندما يجف الصنبور ندرك قيمه الماء، هذا هو اسباب النزول ديال النهايه اللي بغينا نقولوا ديال هذا العمل اللي هو مشترك ما بين جميع المؤسسات اللي كتشتغل على الماء. وملي كنحلوا الروبيني وما كنلقاوش الماء تما فين كيوقع لنا المشكل، اذا كاين توالد سنوات الجفاف، كاين استهلاك الغير معقل، كاين تدني ديال حقيبات السدود، كاين يعني تغيرات مناخيه كثيره، كل شيء هذا الشيء كيدفعنا على اننا خصنا نتعامل مع الماء بواحد السلوك اللي هو جيد. انا كنقول دائما ان التعامل مع الماء هو سلوك، التعامل مع الماء هو تربيه، التعامل مع الماء هو ثقافه، التعامل مع الماء هو اخلاق، ومن شبع على شيء شبع عليه. مزيان هذه الالتقائيه ما بين المصالح انها تكون، لان على الاقل حنا انا ما بقيتش كنتكلم على التحسيس الاقتصاد الماء، بقيت كنتكلم على التحريض على ترشيد الماء، لان التحسيس على كل واحد راه عارف الاهميه ديال الماء، ما كاينش شي واحد على وجه الارض ما عارفش شنو الاهميه، ولكن التحريض على ترشيد الماء هذا هو المهم. لو كان المستقبل متاع الخدمات عندنا برنامج كبير سنوي حنا خدامين فيه دابا، واللب ديالو هو 15 مؤسسه تعليميه اللي عندها اعلى استهلاك ما بين اكادير انزكان اي تملون، حنا خدامين كنشتغلوا معها دابا، وهي دابا وصلنا شي خمسه ديال المدارس اللي المؤسسات اللي دزنا فيهم. دابا الان غنمشيو للرياض السلاوي لان عندنا فيها التحسيس دابا، وهاد المؤسسات وعدناهم على اساس انهم يديروا اننا حنا غادي نوفروا لهم واحد التروفي الى داروا واحد المجهود كبير في ترشيد الماء خلال هذه الفتره كامله ديال السنوات اللي جايه. العديد من الناس في القرى البعيدة يبحثون عن الماء في آبار بعيدة جدا عن منازلهم، ويقطعون طرقا طويلة لإيجاد تلك الآبار وإحضار الماء، ونحن بكل بساطة نقوم بتبديره بترك الصنابير المفتوحة وتضليل الماء، ولا يجب علينا أن نفعل ذلك.